أهلا وسهلا فيك أبونا في عمان. أهلا وهي بيت. أول مرة إلك بعمان؟ لك جيت قبل؟ لا لتاني مرة جيت هنا من 40 سنة. من 40 سنة وأنت كاهن، صار لك 41 سنة. نعم كان بقالي سنة. سنة كاهن، أهلا وسهلا فيك في زيارتك الثانية لبلدك الثاني الأردن. أشكري. وفي كنيسة مار أفرام للسريان الأرثوذكس. كنيستنا. كنيستنا. السريان والأقباط واحد. أبونا إحنا عملنا مقدمة عنك، لكن أنا بعطي الميكروفون لإلك لأنك تخبر المشاهدين عبر قناة نورسات الفضائية اللي بيشوفوك هلأ على الشاشة، لتقدم نفسك أمام المشاهد وتقول لنا من هو أبونا مكاري يونان. طبعا أنت غني عن التعريف، لكن كيف بتحب تقدم نفسك؟ أحب أقدم نفسي بترنيمة ادهاني ربنا في بداية خدمتي. حلو. وأنا بتأمل في عمل الرب بالنسبة لي. عمل إيه؟ اللي عمله كبير قوي لا يعبر عنه، الله العظيم الأبدي الذي لا يحد يتنازل إلي أنا وياخد صورة عبد أخلى ذاته صائرا في شبه الناس، والذي لم يعرف خطية صار خطية لأجلي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. بقى أنا أستاهل اللي عملته علشاني، وإنت بجلالك واقف مكاني وحامل ذنبي. ما هو أخذ مكاني وحمل ذنبي. عدت أتأمل في المسيح له كل المجد، الله الظاهر في الجسد اللي عمله معايا لا يعبر عنه. فقلت له أنا شوية تراب، أنا شوية تراب، ما استاهلش شيء من اللي إنت عملته، وأنا خدامك وتحت أمرك، استلمني وأكون خدامك كل الزمان. بقى أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي كلمة بيقولها لكل إنسان بعيد. كل إنسان بعيد بيقول له ها أنا واقف على الباب وأقرع بخبط، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو معي. فالمسيح له كل المجد بيخبط على باب قلب الإنسان. طب ما تدخل يا رب. قال لا، أنا خلقت الإنسان حر ومريد، أحترم إرادته، أفضل واقف على باب قلبه لغاية ما يفتح لي ويكلم كل نفسه ويقول افتح لي يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. بيخبط على باب قلب كل إنسان بعيد عنه، مؤمن ضعيف أو غير مؤمن، ويخبط ويقول افتح لي. فأنا بقول له بقى أنا أستاهل أنك تخبط على قلبي وتقول افتح لي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، إياك تنسي. فعشان أعرفك بأبونا مكاري يونان أقول لك عدد من الترنيمة دي. ها؟ تفضل. ولا أكيد. إيه رأيك؟ أكيد تفضل. ما أنا أستاهل إنك تخبط على قلبي وإنت بجلالك واقف قدامي، وإنت بجلالك واقف قدامي وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي، وتقول افتح لي. مين أنا؟ مين؟ يمكن نسيت أنا مين. أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي، أنا التراب افتكر يا نفسي، أنا التراب وياك تنسي.
إياك تنسي، إياك تنسي، إياك تنسي. أبونا مكاري، تقول دائما جهادي ضد ذاتي لأني أعرف من أنا. دائما تردد بأنك تريد إعادة المجد لصاحبه، كيف تفسر ذلك؟ شوفي، أنا لي طلبة قدام ربنا إن شو قلبي أمجد اسم إلهي، يعني بقول له إن شاء الله ما تدينيش لقمة أكلها، ولو إن معززني، لكن أقول له مش عايز شيء غير مجدك، حول كل شيء في حياتي لمجدك، عايز أكرمك في غربتي، عايز أرفعك، عايز أعليك، عايز أفتخر بيك قدام العالم، وما برضاش بأي خدمة، يعني مثلا خدمتنا في الكنيسة كبيرة برضو مش كبيرة، انتشرت في العالم عن طريق التي في برضو ما ينفعش، أمال عايز إيه؟ قلت له أنا عايز خدمة على مستوى اسمك، اسمك قد إيه عظيم، يبقى اديني خدمة على مستوى اسمك. وما زلت طلبتي قدام ربنا أني يديني خدمة على مستوى اسمه، خدمة يكون لها تأثير في العالم، دي طلبتي قدام ربنا، لأني هقف قدامه، بس شو قلبي أني أقف قدامه وأنا مرفوع الرأس، مرفوع الرأس، عشان كده تركت كل اهتمام عالمي واللي في قلبي أني أرفع اسم المسيح بس وأمجده بس، وما ليش طلبة في العالم، لأني عارف اللي هتعب فيه هنا هلاقيه مجد هناك، ولما هكرمه هنا هيكرمني هو هناك، ولما اعترف بيه هنا هيعترف بي قدام الآب السماوي هناك، وكله مكنوز ليا في السماء، كل تعب من أجل المسيح. يعني أنا مثلا ماشي دلوقتي وأنا صحتي لا تؤهلني أن أنا أمشي، لكن من أجل المسيح له كل المجد، ومن أجل اسمه ومجده وعمله أنا بمشي وبحتمل كل شيء، وبعتبره شرف ما بعده شرف أني أكرم مسيحي. أمين. أبونا، يعرفون بك بكل وسائل الإعلام بأنك رجل دين مسيحي يعالج من الجن والشياطين ويبطل السحر، ماذا يقول لنا الكتاب المقدس بهذه المواضيع؟ هل السحر موجود؟ طبعا السحر موجود، والشيطان موجود، وبيملك على كثيرين من غير المؤمنين ومن المؤمنين، وزي ما قلت يمكن في كلمة من شوية إن راح الكورة البعيدة تحت سلطان إبليس، وأي إنسان عايش في الخطية تحت سلطان إبليس، يبقى المسيح له كل المجد، إدانا سلطان، سلطان، وقبل ما أقول سلطان أقول إن الكنيسة عامة عامة ممكن تكون صانعة آيات ومعجزات. يعني إيه؟ الكنيسة والإنسان المسيحي من يوم ما تعمد ودفن في المعمودية طلع مقدس، يعني مخصص، يعني طلع قديس، اغتسلتم تقدستم، يعني تخصصتوا للمسيح، وبيقول كونوا قديسين يعني عيشوا مخصصين للمسيح، والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يبقى إذن الكنيسة المفروض إنها كنيسة قديسين صناع آيات ومعجزات، عشان كده يقول هذه الآيات أو المعجزات تتبع المؤمنين، كل المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي، يتكلمون بألسنة جديدة، يحملون حيات، إن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. كل المؤمنين ممكن يصنعوا آيات ومعجزات. فيجي إنسان، في إنسان ملهي في الدنيا، ملهي في اللقمة، في بطنه، في شهواته، في العالم، أهو تايه،
وفي إنسان عينيه تفتحت على المجد والخلاص، فاشتاق من قلبه يمجد اسم الله. وأنا لما بقول شو قلبي أمجد اسم الله، مش بقوتي أنا ولا بشطارتي ولا بحكمتي أنا، أمال بإيه؟ يقول عن سادتنا الآباء الرسل: كان الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة. كان الرب يعمل معهم، يبقى دراع الرب معهم، يثبت الكلام بالآيات التابعة. معلمنا بطرس يتكلم والرب يصنع آية أو معجزة. فأنا بقول له زي ما كنت بتعمل مع الآباء الرسل اعمل معانا واعمل معايا. أنا نفسي أمجدك، مش هقدر أمجدك بحكمتي، مش هقدر أمجدك بقوتي، مش هقدر أكلمك ببشريتي. تعال أملك عليا واصنع الآيات والمعجزات. فاللي بيعمل الآيات والمعجزات هو رب المجد يسوع، اللي حاضر في المكان واللي مالك عليا. أمين. أبونا، أبونا كيف اكتشفت مواهبك؟ يعني بديش أقول عجائبية، أنت هلا حكيت إنه كل إنسان معمد يملك هذه الموهبة من الروح القدس، المواهب اللي تعطى له، لكن كيف اكتشفت أنا لك ميزة عجائبية ممكن إنها إنه الرب يسمع لك ويحقق الطلبات أو اللي تطلبه للمؤمنين؟ بالنسبة لإخراج الشياطين، أنا أول ما ترسمت بعد يمكن شهور، وده كان من 41 سنة أو أكثر، كنت قاعد في المكتب باخد اعترافات بالليل، وكان في صحن الكنيسة أسرة جامعية، من الأسر يعني مجموعة من الطلبة والطالبات بيعملوا أسر جامعية. فكان في أسرة جامعية عندهم اجتماع، وأنا قاعد في المكتب سمعت دوشة في الكنيسة وهيصة. طلعت بصيت لقيت ولد مرمي في الأرض. إيه يا ابني؟ قال ده عليه الشيطان. فأنا تلقائيا صليت الشكر لأن صليتها دلوقتي، وصليت أوشية، وصلوا عندنا اسمها أوشية المرضى، وقلت له باسم يسوع أخرج منه. طلع الشيطان، كان أول مرة، وبعد كده مشيت في الطريق. من هاي الحادثة كانت إنك من الحادثة دي حسيت إنه في عندك قوة ممكن إنه تقدر قوة تستخدمها، الروح القدس، قوة القدس وعمل المسيح له كل المجد، لأن في قلبي شوق إني أكرم مسيح. إكرام المسيح مش بالكلام، لا، ده بالعمل والحق الأول، بتصرفاتي، بسلوكياتي، بحياتي، لأني أنا أشهد للمسيح بحياتي قبل كلماتي. يعني حياتي تشهد لمجد المسيح، المفروض كل إنسان حياته تشهد لمجد المسيح، وفي نفس الوقت شهادة بالروح، أتكلم لما يطلب مني أو حتى من غير ما يطلب مني، يبقى اسم المسيح أنشودة على لساني، أنا بأتغنى به مع كل إنسان. يعني أنا مثلا في أي مقابلة أيا كان الشخص اللي قدامي، ما عنديش غير اسم المسيح، وده تجارتي ورأس مالي، رأس مالي ما عنديش غير المسيح. يقعد قدامي فلان علان أي إنسان، أنا ما عنديش غير المسيح، ده رأس مالي وربحي وتجارتي. عشان كده بقدمه لكل إنسان بفخر، وأحس بالفخر، بالفخر والإعزاز وأنا بتكلم عنه وبقدمه للناس، لأني عارف لما أقدمه يا إما هربح النفس دي، يا إما حاجة هتستناني في السماء، حاجة هتستناني في السماء. ما هو كل إنسان مسيحي تاجر، كل إنسان مسيحي تاجر. في تجارة في العالم بيدوروا عن مصاري، تفضلوا، لكن المسيح له كل المجد. قال إيه؟ كأنما إنسان دعا عبيده وأعطاهم ماله، أعطاهم إيه؟ ماله، ماله يعني كل للمسيح ادهولنا، وأعطى كل واحد على قدر طاقته. عشان كده بقول كل واحد يقدر يعمل معجزات، أعطى كل واحد على قدر طاقته، وقال لهم تاجروا إلى أن أجي. يا فلان تاجر، يا فلان تاجر، يا فلان تاجر. ففلان خد 5 راح تاجر وكسب 5،
فلان خد 2 راح تاجر وكسب 2، فلان اخذ وزنه راح ايه دفنها. فالانسان المسيحي بايده يبقى صانع معجزات، وبايده يعيش ميت، بايده كل انسان مسيحي، لان دعا عبيد واعطاهم ما له، اعطاهم ما له. ودي كلمة عميقة جدا، ان كل مال المسيح صار ليا، كل مالي فهو لك، بيقول للابن الكبير كان. فكل انسان مسيحي، ودي كلمة بقولها لكل انسان بيسمعني ويشوفني، انت مش موجود في الدنيا عشان تاكل وتشرب، ولا موجود في الدنيا عشان تتاجر وتكسب، ولا موجود في الدنيا عشان تبني وتعلي. كل ده هتسيبه وتمشي، هنسافر فردين ايدينا، لكن موجود في الدنيا عشان تنور. قال المسيح له كل المجد، انا هو نور العالم، وقال انتم نور العالم. نور لغايه ما اجي. نور يعني ايه؟ لما قال انتم نور العالم، قال فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. فكل انسان مسيحي في امكانه يبقى نور، ويبقى صانع ايات ومعجزات. ودي مسؤوليه الانسان، اما يتعقل ويسمع الكلام، واما يركب دماغه والتيار ياخده والى الهلاك. هلا لما بتعرف انسان ممسوس من الشيطان، والشيطان هي الخطيئه، لكن الفرق بين الممسوس من الشيطان والشخص الشرير اللي بيعمل أعمال خاطئة أو شر، شو الفرق؟ شوفي حضرتك، وإحنا موجودين في العالم في قسمين، في كنيسة المسيح أو عروس المسيح اللي هي جماعة المؤمنين، وفي عالم له رئيس الشيطان اسمه رئيس هذا العالم، اسمه رئيس سلطان الهواء، اسمه إله هذا الدهر، اسمه الشيطان، اسمه إبليس، اسمه الحية القديمة، ده له العالم بتاعه. حتى لما المسيح له كل المجد سمح له يجربه، فخده على قمة جبل عالي وأراه كل ممالك العالم، لأنها ملكه، ربنا سامح ومداله، قال لي أعطيك هذه إن خررت وسجدت لي. قال له الرب إلهك تسجد وإياه وحده إيه تعبد. فهو رئيس هذا العالم، له مملكته من البشر، وآدي مملكة يسوع له كل المجد، اللي عايش باستقامة وحافظ الوصية وعايش حياة توبة حقيقية مضمون في يد المسيح. لكن أقوم واخد عزالي واروح الكورة البعيدة، يجي هنا بيسلم نفسه للشيطان. مين غير المؤمن موجود هنا، والمسيح اللي خاطي موجود هنا، هيروح الكورة البعيدة ميت تحت سلطان إبليس. تحت سلطان إبليس يتصرف فيه زي ما هو عايز، يشيله ويحطه يدخله يطلعه، هو تحت سلطان إبليس. عشان كده الإنسان اللي مأسور من الخطية بلا إرادة، يعني تعالي مثلا لإنسان أثرته عادة معينة مش قادر يبطلها. ليه؟ لأن الشيطان داخل في الحكاية دي. فيبقى هنا الشيطان له المملكة اللي بيتصرف فيها، والإنسان يبقى تحت سلطان إبليس، يخليه يتكلم وقت ما هو عايز، يسكت وقت ما هو عايز، يتنطط في الأرض زي ما هو عايز، يعمل زي ما هو عايز، تحت سلطان إبليس. ففي مملكة لإبليس. شوفي لما أتكلم عن الإنسان المسيحي، إنسان المسيحي اللي تعمد يعني دفن في المعمودية، طلع من المعمودية لابس المسيح، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ويقول كلمة في سفر زكريا، يقول أنا، يقول الرب
أكون من حولها سور نار ومجد في وسطها. الإنسان لو عاش الوصية وحياة توبة حقيقية يبقى المسيح له كل المجد حواليه سور النار. انغلب من خطية وتاه في العالم يتهد السور، يتهد السور، فتدخل الثعالب، الثعالب الصغيرة، وتدخل الشياطين وتملك عليه، وتبتدي الشياطين هي اللي تقوله وهي اللي تتصرف في حياته، ويبقى بلا إرادة، بلا إرادة. أبونا، هل هناك تساؤل أو رضا بشرعية ما تقوم به من الكنائس الأخرى؟ اللي أنا بلاحظه أني منين ما أروح أنا مرغوب في كل الطوائف، لسبب أني أنا بحب كل إنسان مسيحي أياً كان طائفته. ربنا اداني محبة لكل طائفة، وما أتكلمش أبداً في فروق بيني وبين العقيدة دي والعقيدة دي، لا، أنا بقدم المسيح اللي هو مخلصنا كلنا ومعبودنا كلنا وفادينا كلنا. إنما فلان له العقيدة الفلانية، ده العقيدة التانية، ماليش دخلنا. وربنا وضع في قلبي محبة للجميع، كل أولاد المسيح وكل أولاد العالم. يعني بحب المسلمين جدا، وأحب أخدمهم وأخدمهم قبل المسيحيين، وعندنا في الاجتماع آلاف من المسلمين. وأي مكان بروحه، يعني لما روحنا بغداد يمكن كان على حد تعبيرهم تلت الآلاف اللي حضرة كانوا مسلمين ومسلمات. فأنا بحب كل إنسان، أما الطائفية دي من صنع الشيطان، طائفية من صنع الشيطان. المفروض إن إحنا ككنيسة بيت واحد، وإحنا أهل بيت الله، أهل بيت الله. دخل الشيطان في النص، خلى فلان ده يزعل ويطلع، وخلى التاني يطلع، وخلى التالت يطلع، وابتدينا نبقى شيع وأحزاب وطوائف. فأنا قلت الطوائف من صنع الشيطان. لما محبة الرب تملك وتغلب وكل إنسان يتنازل باتضاع، كلنا هنحب بعض ونضم بعض ونبقى واحد في المسيح يسوع. سؤالنا الأخير، تخبرنا عن أبونا مكاري الإنسان، عيلتك، بيتك، كيف بتقضي يومك، اهتماماتك؟ أقول إني اشتهيت من قلبي إني أعيش حياة الصباح. يعني إيه؟ كنت أقرأ في الإنجيل مثلا كلمة في المزمور يقول أما أنا فصباح، المرنم في المزمور يقول أما أنا فصباح، والمسيح له كل المجد بالروح القدس يقول صلوا بلا انقطاع، والمسيح له كل المجد أعطاهم مثلا في أنه ينبغي أن يصلى في كل حين ولا يمل. يعني إيه يا رب؟ يعني أصلي على طول، أصلي على طول. طب تيجي إزاي؟ طب أنا اشتهيت عايز أصلي على طول، هل ممكن؟ وابتديت من فترة طويلة، يعني ابتديت أشغل نفسي. عندنا مش عارف اختبار نسيته اسمه ايه، صلاة ايه، صلاة يسوع، صلاة يسوع مكتوبة في كتاب حياة الصلاة الأرثوذكسية. صلاة يسوع يعني ايه؟ أنا بقولها لكل إنسان، أنا بقول اشتهيت إني أصلي على طول. فصلاة يسوع تبتدي بإيه؟ يعني يا فلان قول يا رب يا يسوع ارحمني، اسرع وأعني. يا رب يا يسوع ارحمني، اسرع وأعني. قولها مثلا 20 مرة، وبعد كده نسيت، افتكرت بعد ساعة، بعد ساعتين يا رب يا يسوع ارحمنا، قول 10 مرات، نسيت، نسيتها لغاية بكرة، افتكرتها بكرة ابتديت أقول، نسيتها يومين ابتديت أقول، ابتديت ها 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 لغاية ما المكنة إيه اشتغلت، وابتديت أقول يا رب يا يسوع ارحمني، اسرع وأعني على طول. شلت يا رب يا يسوع ارحمني، وابتديت أكلمه، واختبرت ودقت حياة الصلاة، أني في كل لحظة المسيح قدامي،
واسمه على لساني. حتى لما أروح أنام أعمق صلاة، لما أرمي دماغي عن مخدة وأدخل في حوار عميق معاه، وشهوتي الوحيدة إني أكرمه الإكرام اللي يليق باسمه. دي حاجة من ضمن حياتي الخاصة، وحاجات كتير. أمين. نحب هيك كلمة صلاة بركة كمان نعطيها لمشاهدينا عبر قناة نورسات اللي عم بيشوفونا بالعالم كله. أقول لكل إنسان مسيحي، أنا جيت لبنان كذا مرة، جيت الأردن مرة من 40 سنة، وكان لسبب معين والرب أرجعني برؤية. أقول لكل إنسان مسيحي، عالم فاني وكل شيء منظور باطل، كل اللي قدام عينيك باطل. ممكن الإنسان يروح دلوقتي، نصيحتي لكل إنسان عيش حياة التوبة الآن الآن، وقول مع كل نفس أنا تايب، مع كل خطوة أنا تايب، كل طلعة شمس قول أنا تايب، قبل ما تغمض عينيك وتنام قول أنا تايب، طول النهار عيش تايب، بحيث لما تروح تقف قدام ربنا أنا تايب. واحذر احذر إن النفس يطلع وانت في الخطية. ومش عايز أقول إن تغمض عينيك وتنام وانت في الخطية، لأن ممكن يجي العريس في نص الليل وما يكون لكش نصيب معاه، هتعمل ايه؟ عشان كده نصيحتي لكل إنسان مسيحي الآن، الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يلي عايش في الخطية، يلي ملهي بالعالم، عالم فاني ويزول، الكل باطل، غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فأبدية. نصيحتي لكل إنسان توب الآن، توب الآن. وده مش كأنا مش بوعظ، لكن في قلبي دوافع شديدة إن العالم المسيحي يتوب توبة حقيقية، لأن اللي بنلاحظه إن كثيرين ابتدوا يدوا ظهرهم للمسيح ويندمجوا في مغريات العالم ويسنوا ناموس لأنفسهم وهكذا. شكرا يا أبونا، شكرا لهذا اللقاء ولهالكلمات الطيبة، الكلمات اللي أثرت فينا جميعا. وأنا بشكركم على هذا اللقاء، وربنا يستخدم كل كلمة. شكرا أبونا على هذا اللقاء اللي استمتعوا فيه أكيد مشاهدين الأعزاء والحضور أيضا. وأنتم أعزائنا المشاهدين نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء.